أهلا بحضراتكم من جديد. هنبدأ في الفقرة الإخبارية بالحديث عن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد أعماله في العاصمة السعودية الرياض. والتفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على التليفون السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير ودايما منورنا في صباح مي. صباح الخير يا مدني وللسادة المشاهدين، ده نوركم على الشاشة دايما. أهلا بحضرتك. في البداية سعادة السفير عاوزين نتكلم عن أهمية آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي بيجمع بين مصر وكمان دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل التحديات والصراعات اللي بتشهدها المنطقة العربية في الوقت ده بالتحديد. في الحقيقة إن هو في منتهى الأهمية، لأن منطقة المشرق العربي بتشهد الآن تحديات عديدة، يعني سواء الحرب في غزة، الوضع في سوريا، الوضع المتوتر في العراق، الوضع في اليمن، أمن البحر الأحمر، المشاكل اللي موجودة في القرن الأفريقي، مشاكل السودان، ليبيا، كل هذه الأزمات مجتمعة بالتالي تمثل تحديات لجميع الدول العربية وبتحتاج إلى تنسيق الجهود في عدة مجالات. مجال التعاون المشترك من الناحية الأمنية لصد المخاطر واحتمالات المخاطر التي قد تقوم تنشب بسبب هذه الأزمات والمشكلات. الناحية الثانية التعاون في مجال التنمية المشتركة لصالح الطرفين سواء مجلس التعاون الخليجي أو مصر، ولدي كلاهما أو كل منهما بمعنى أصح ميزة نسبية، يستطيع إذا اجتمعت الميزتين النسبيتين مع بعض فممكن يتحقق استثمار مفيد ويحقق مصالح مشتركة للطرفين. سعادة السفير برحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا مارين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني إحنا كنا عاوزين نتكلم يعني بشكل أعمق عن التعاون المشترك اللي هو السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مصر والخليج. يعني لو حسبنا إجمالي الاستثمارات في مصر الآن لدول الخليج هنجد أن هي أعلى استثمارات موجودة في عدة مجالات، يعني مجالات زراعية، مجالات صناعية، مجالات نقل، مجالات إسكان. فأصبح فيه النهاردة الاستثمار العربي في مصر ده يعني له يعني اهتمام خاص واهتمام مشترك من الجانبين. أيضا التبادل التجاري، التبادل التجاري حقق نمو في السنوات الأخيرة ولكن ما زال محتاج إلى مزيد من النمو بالمنافسة، لأن في منافسين أقوياء صحيح. على منطقة الخليج، لأن هم يعني مجتمع ما عندوش إنتاج زراعي، مواد غذائية، فبالتالي محتاج هذا المجال. أيضا بعض الصناعات الأخرى يحتاج إلى فيها، فممكن جدا الاستثمار في مصر لسد هذه الحاجة. أيضا التعاون في المجال العلمي، المجال العلمي احنا في عندنا في مصر هنا جاليات من هذه الدول، دول الخليج، في الجامعات، في المدارس الخاصة، مدارس ثانوية، وأيضا في الجاليات المصرية. احنا عندنا جاليات مصرية ودي أيضا بتعتبر تصدير، يعني تصدير العمالة بيجيب دخل أيضا. ففي هنا تكامل يعني من النواحي، سواء احنا في مصر التنمية من الناحية العلمية والتكنولوجية، وبالنسبة لدول الخليج العمالة الفنية والخبراء المصريين بيساهموا في عملية التنمية في هذه الدول. سعادة السفير عاوزين نتكلم عن الأزمة في قطاع غزة، وعاوزين نتكلم عن أهمية التعاون العربي المشترك في الوقت ده بالتحديد علشان يبقى في محاولة لإنهاء هذه الأزمة، خصوصا وإن المجتمع الدولي دلوقتي مش قادر يخلي فيه وقف الإطلاق النار أو يخلي فيه ردع لأي شيء بيحصل في قطاع غزة حاليا. يعني بلا شك إن بالنسبة لمجموعة الدول العربية أو بالذات دول مجلس التعاون الخليجي إذا اجتمعت على رأي وأصرت عليه في مواجهة القوة الرئيسية في الحرب في غزة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي اللي بتمثل
حماية وبتمنع تنفيذ القرارات أو صدور قرارات لإجبار إسرائيل على وقف القتال. مجلس التعاون في بيانه الختامي طالب بضرورة الوقف الفوري للقتال. أيضا في الاجتماع مع مصر أكد مرة أخرى ضرورة وقف القتال وزيادة المساعدات ووقف هذه العمليات، عمليات التهجير القسري للفلسطينيين. ولكن للأسف الشديد محتاجين لقوة تنفيذية، يعني قوة تنفيذية على الأرض. القوة التنفيذية إما أنها تكون جماعية عن طريق الدول الأخرى بفرض عقوبات على إسرائيل، حظر تصدير السلاح ليها، منع بعض الصادرات إليها أو بعض المعونات اللي بتقدم ليها من الدول الأخرى. فكل هذا يأتي بضغط من الدول العربية على الدول التي ساندت وما زالت تساند إسرائيل في عدوانها على غزة، مثلا وأنه وصل إلى كارثة إنسانية لم تحدث يعني في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين، يعني صحيح حاجة سعادة السفير فعلا بشعة جدا جدا. السفير رقا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم.